رأيك في قرار أو القرار اللي خده كريستيانو رونالدو بالرحيل إلى الدوري السعودي؟ وبالتبعية هسألك عن تجربة الدوري السعودي في استقطاب عدد كبير من اللاعبين والمدربين العالميين. رأيك إيه؟ هل الدوري السعودي قادر على منافسة الدوريات الأوروبية في المستقبل القريب، ولا ما زالت الأمور بعيدة عن منافسة الدوريات الأوروبية الكبيرة؟ فيما يتعلق بكريستيانو رونالدو، كانت هناك انتقادات عديدة في بادئ الأمر للانتقال بانتقاله إلى الدوري السعودي، لأنه كان قرارا مفاجئا وكان انتقالا مفاجئا في تلك اللحظة. ولكن انتقال رونالدو كان بمثابة شرارة الانطلاق للعديد من الأسماء. أعتقد أن تجربة الدوري السعودي تجربة قوية، الدوري السعودي سيستطيع أن يستقطب العديد من الأسماء، لأن هناك استثمارات كبيرة وأموال كبيرة تضخ في الدوري السعودي، ولكني أعتقد أنه لا يزال أمامهم الكثير من العمل لكي تستطيع هذه البطولة أن تنافس البطولات الكبرى في أوروبا. وأعتقد أن هذا المشروع هو مشروع طموح ومستقبلي وعالمي باستقطاب العديد من الأسماء الكبيرة، والدوري السعودي سيكون أقوى وسيكون له مكانة بين أكبر الدوريات في العالم. هو مشروع مهم للغاية ولكرة القدم، ولكن ما أتمناه هو أن يستمر على هذا النسق، لأن هذا أمر مفيد لكرة القدم بشكل عام.